السلام عليكم. ميزان ديانك 40 كيلو غرام حتى لواحد ان غرام. مشكلته هو اننا ملي تنخدموه تنشعلوه، لاحظوا معايا تيعطي واحد البيب الا كنتو كتسمعوها، سمعتوها؟ وهاد الارقام هادو ما تيبقاوش ستابل، تيبقاو يفاريو ارقام، تيبقاو يمشيو ويجيو. شارجور 6 فولت خاطر نركبوه له تيبقى نفس المشكل. تمو راه شاعل بين الضو دايزلو تيبقى عطي هذاك البيب، ما عرفناش شنو هو المشكل، غادي نحلوه ونشوفوه جميع ان شاء الله. باور ديال هنا انا غادي نشعلوه ان شاء الله مع هاد الباور ديال هنايا. ركبوا له الطو، انت ركبوا له الطو سافو دي راه اون شارج. دابا راه مبرونشي بالشارجر، واخا هكاك مازال تيعطي هاد البيب. غادي نشوفوا شنو هي المشكله ان شاء الله. ست الفولت خرج، ست الفولت الشارجور ما فيه حتى شي مشكل. غادي نخلوه جانبا، غادي نعبروا لا باتري تاعنا جوج 76 فولت وهي تخدم ب 4 الفولت. غادي نفصلوا هاد الباتري، مازال تيعطينا جوج من المشكل في هاد الباتري هادي. مشات فسدات، غادي نبرونشيو له الطو ديالو ديريكس ونشوفو على الله. فاش برونشيناه ديريكت فصلنا الباتري، الباتري فصلناها مبقاتش مكسوره، شعل كما كتشوفو أو بدا تيعبر. إذا الحل كاين جوج الحلول، إما غنخليوه بلا باتري وهذا يعني أننا غنستغناو على الباترية، غنستغناو عليه وغادي يبقى يخدم هي بالشاحن، غادي يبقى يخدم ديريكت. ولكن غادي يكون عندنا مشكل في حالة انقطاع التيار الكهربائي، ما غادي يبقاش خدام لأن الباتري اللي غادي تكون كيتغدى عليها ما كايناش. والحل الثاني هو اننا نعوضوا هاد لاباتري بهاد لي باتري هادو ديال الباتريات ديال اللابتوب اولا ديال لي زورديناتور بورتابل. تكون القيمة ديال الفولتاج ديالها 3.7 فولت. غادي نبرونشيوها ان شاء الله عوضا على هاد الباتري هادا. غادي نزولو هاد لاباتري، فوالا. إذا هاد لاباتري هادي مشات، عطاتنا 3.5 فولت كافية باش تشغلنا ان شاء الله هاد الميزان. هاد نديرو التشريبة الجانب السالب وهذا الموجب، اذا الموجب في الموجب والسالب في السالب. وهذا السالب غادي نركبوه هنا. كما كتلاحظوا الميزان خدم معانا،
شعل، نركبو الجهة السالبة، بعد ما ركبنا البطارية كما كتلاحظوا غادي نشعلوها. شغل معنا كما كتشوفوا شعل بدون اي مشكل الحمد لله. حاولوا نوصلوا كيعبر، شو كيوزن كيرجع للزيرو، صافو دير مزيان كاينش مشكل الحمد لله. اذا غنحاول نرجع هاد البطاريه ونلصقوها هنايا. نديرو يتشارجا وغادي نبداو نعبرو، نقاسو شحال عطانا دابا. ثلاثة فاصلة 560 راه اون شارج، حنا تنعبروه ونخليوه نشوفو شحال غادي يعطينا. غادي نشعلوها نشوفو. ثبتناها في المكان ديالها حاليا ثابته مزيان. بعد نرجعو نجمعوها نرجعو هذا المكان ديالو. نشغلوها. هاد لاباتري هادي كتوزن حوالي 370 غرام، 375 غرام. صافا، ما تنساوش إلا عجبكم الفيديو تخليو لنا شي تعليق، ديروا واحد لايك، تبارطاجيو باش تعمل فائدة. شكرا، تبارك الله عليكم.